إنها لحظات جميلة لنصغي لحكاية إنجاز لأولئك الذين بالإصرار والعزيمة تخطوا كل الصعوبات لإتمام متطلبات برنامج دبلوم مكافحة العدوى للعام التدريبي 2018-2019 لتفتح الأبواب نحو مستقبل مشرق محوره ضمان رعاية صحية متقدمة ومأمونة. قامت وزارة الصحة بتنفيذ أول برنامج لدبلوم مكافحة العدوى عام 2012 بالتعاون مع الهيئة الدولية المشتركة، ولأول مرة قامت الوزارة العام الماضي بتنفيذ البرنامج والإشراف عليه بواسطتها مباشرة، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية، أخذة بعين الاعتبار الفوائد الكبيرة لتنفيذ البرنامج وانعكاسه إيجاباً على مأمونية الرعاية الصحية بالمملكة. التحق بهذه الدفعة 65 متدرباً من وزارة الصحة، بالإضافة لخمسة متدربين من المستشفيات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ومستشفيات التأهيل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تأهيل المتدربين ليكونوا مختصين بمستوى متقدم للمساهمة في الحد من العدوى المصاحبة لتقديم خدمات الرعاية الصحية. تكون البرنامج من جزئين تدريبيين، نظري وعملي، على مدى عام أكاديمي. تم تقديم الجزء النظري في مدينة الرياض من خلال 3 وحدات تعليمية روعية في تصميمها، تغطيتها لكافة العلوم الأساسية والمتقدمة، وذلك لإعطاء المشاركين المعرفة والأدوات والاستراتيجيات لتنفيذ برنامج الوقاية من العدوى والسيطرة عليها، فيما تم تنفيذ الجزء العملي في 8 مراكز تدريبية، حيث يتطلب من المتدربين أداء أنشطة محددة ومهام كاملة من شأنها أن تركز على تعزيز المحتوى المقدم خلال جلسات الفصول الدراسية في الجزء النظري، وكان استخدام التقنية معززاً في تنفيذ أعمال البرنامج بشكل كامل. اليوم وبعد كل ما سبق نحتفل بالمتدربين الذين أنهوا بنجاح متطلبات البرنامج تتويجاً لجهد دؤوب وعطاء متصل، ونرى أن هنالك مستقبلاً مشرقاً. فالعلم مبدأ راسخ نؤمن به، لأن العالم يفتح الطريق لأولئك الذين يهتمون بأدق التفاصيل. إنهم خريجي الدفعة الرابعة لبرنامج دبلوم مكافحة العدوى: شريف القحطاني، الدكتور بندر الشهري، فواز الحزوزان الشمري، عبد المجيد المطيري، بدر حجازي، رجاء ثلاثة، محمد إبراهيم العسيري، ريم العتيبي.